وزع. اوكي، فيديو اليوم عن تيك توكات اللي بسموها تايم وور، ما بعرف كيف احكيها. هذا صار ترند بتيك توك فتره، ومبدئيا هذا هو هذا الخط اللي بوقف كل شيء. يعني نايس انه هذا تيك توك كثير ناس عملت فيه شغلات كثير حلوه. اوكي، خلينا نشوف ابداعات الناس. جورج قرداحي رجع، يعني مستمر دائما شامخ زي دائما. خلينا نكمل نطق على جورج قرداحي. اعطوه تسقيف خفيف. خلاص كل هوا. هيدا من تربيتي ومن أخلاقي. يلا نشوف إبداعات الناس. يلا هذا حج. نايس. لا اسمع، جد أنا تعرف شو اللي أبهرني؟ إنه وجهه ما تحرك بالمرة. تعرف شو حجرب أعملها؟ وكل تيك توكية من هدول حجرب أعملها. ماشي، حنتغلب اليوم بس حنعمل فيديو حلو. أوكي. انتم مبين عندكم غريب، بس انا عملت تيك توك نار بس. ماشي. والله نايس هذا الفلتر هذا. لا بس مبدع الحج، والله مبدع. يعني صعبة جد، حاولت اعملها وصعبة. قوي كثير. هذا حيقطع راس حبيبته. يعني كل حد بالدنيا يعملها. لا ما ملقت حبيبي، انه مش مبدع. مفكر حالك حدق. كل حد يعملها. امشي 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 روح. ما بقدر اعملها عشان ما عندي حبيبة، ما عندي حدا يعملها. اوه لا لا لا، سهلة سهلة، شكلها سهلة شكلها سهلة. ايش يا حبيبي؟ اوه اهبل انت اهبل، عامل حاله مدرب جيم وقصص، طلع اسمه كاتب فيه فتنس. والله عيب عليك عيب عليك. حرام. اوكي، هتكون صعبة. كرسي اضرب كراسي، انا ديروا بالكم. قبل ما تعلقوا انه لا يختي زفت. اوكي والله بالزمانات كنت طلع الجنب عشان. اوكي شكلها سهلة، مش تحدي صعب. يعني الفكرة انه اضل احرك حواجبي بس وجهي هيك يثبت 100%. انا كثير قوي بهي الشغلات. اوكي مش سيئة. طلع ما حركت انا. كأنه حواجبي زي الخنزير صار شكلي. مش سيئة، انا بفخر فيها. اوكي، عندي مهارات تيك توكية. اوكي، مش اي حدا فيكم بيقدر. شوف هاي البنت اللي فجرت ام الدنيا على تيك توك، صحيح وحركات وجهها. هاي تبعت العجوز، بس يعني اظن بقدر اعملها احسن منهم. اوكي، هلا اسمعوا، انا بعرف انه الترند قديم، اوكي، بس كيف بدي اشرح لكم اياها؟ يعني انا جاي متاخر على الحفله، مش فاهم اشي بالموضوع، بس هيك بحاول الاحق، بحاول اصير متابعون الرياكشن، بحاول اصير زي ناز، قدوتي ناز، ناز، يا ريت اصير زيك. فيا خلينا نجرب. ضبطت، نايس، جي، اوكي، طلعت. شكلي زي تويتي. مين سواها احسن، انا ولا البنت هاي؟ انا طبعا بدون اي سؤال. اوكي خلينا نشوف احمد جرب نفس التحدي تبع هذا اللي تخلي حالك كبير. وجهه زي المانجا صار، زي حتى المانجا. اعوذ بالله، لا لا لا، شايف اللي شايف بتعوض من وجهه، بس بخوف كثير بخوف. اوكي اسمعوا، هاي انا جربتها قبل. اوكي خليني اورجيكم تجربتي. الفكره انه ايش، انه لو تقدر تغمز بس بدون ما يتحرك اي شيء بوجهك بتكون زير نساء. خلاص هذا هو معيار زير النساء. خليني اورجيكم تجربتي انا كوني زير نساء. يا من اولها واضحه. ثلاثه بالله مش زير نساء بالله. خلينا نجرب. تيك توك مود، ليتس جو. كلوز انف. انا بصراحة راضي بالنتيجة. المشكلة انه ما بتقدر تعرف متى تطلع. لا. حاولت. اللي بتجرب شغلات من اللي بنعملها اليوم يبعث لي اياهم على الانستغرام، خلينا اقيمكم. اوكي خلينا نشوف محاولات رغدة لهذا التحدي. حتعمل الراس المقطوع. اوكي نايس
نايس بس مو كتير ضبطتيه يعني هون عند الرقبة بس يعني أداء جيد أداء جيد خلينا نشوف هاي نايس ولا حركة برو ترى لا 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 لازم اجربها لازم اجربها كيف كيف تخلي وجهك ثابت هالقد اوكي لازم اول شيء اتملح شوي فسامحوني اتملح اوه هيل نو سيء بس المشكله اني هزيت تلفوني كثير وانا بتملح مش سيء بس عادي انا احسن من رغد احسن من رغد كثير لا كثير كثير صراحه مستوياتي احسن من رغد مش سيء ادائي عادي بده يصغر جبهته واو شفت قديش ضبطها لا برافو جد ولا ايش تغير فيه نايس 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 جد تيك توك مفاجأة في مواهب كثيرة ولو ما اكبر جبهته الزلمة بديش اتنمر عليه بديش نوب راب راب ما اظن ضبطها ما اظن طلعت خلينا نشوف لا ليش هيك طلع وجهي ليش الناس ضبطوهم انا لا ترى تيك توك مش عادل يعني اوكي هذول غشاشين هذول هاكرز طب ليش هيك بصير لا اصبر لا مش منطق لا كذابين كذابين عكس وجهي واو مع انه يعني انه مش كثير ضابط التيك توك بس نايس نايس هي خدها حياه بالتيك توك هكرت التيك توك ختمت امه التيك توك اختي اختي عليك زم حتى انتو كبيره طالعه مزه يا قلبي يا قلبي يا عيني يا قلبي كيف صار؟ كيف عملها؟ صاحبه كان واقف وراه بسرعة ركض؟ مستحيل! لا لا مستحيل مستحيل تركيب تركيب غير حقيقي غير حقيقي اوكي خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف اظن بضبط اكون كاتب هيك ايدي ما بتهز بالمرة مو مخيلتكم هذا اوكي Water Earth Fire واو بقولكم في مواهب في ناس جد قوية كتير بالتيك توك تعال هاد خلينا نشوف هاد خلينا نشوف هاد خلينا نشوف هاد هيزبط معه انا متأكد انه هيطلع لي بحلم كمان شوي بس انا ما بحب اتمسخر على شكل البني ادم لا لا ايش كي ما ححاول لا مح 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 سوري سوري اخوان انا بعتذر عن المحاولة ما اظن بحياتي بقدر اعمل هيك اشي يعني اسمع انا عندي ليونة ممكن تتفاجئوا من هاي المعلومة كتير كتير وهي معلومة حتغير حياتكم كتير بس بقدر احط رجلي ورا رقبتي انا تعرفوا تخيلوا عندي كتير ليونة طلعت لهم طلعت اوه انا استفدت كتير من المعلومة صح هيك لتسي لتسي هيك ماسك النار انت الدماغ شغالة ما بتنامش بسرعة نجرب نجرب نعملها نجرب نعملها مش صعبة مش صعبة عمر you can do it you can do it you can do it بتكون شكلي غبي وانا بحاول اعمل التيك توك صح انت مش فاهم ايش عم بعمل انه مو كتير ما ضبطها مش سيئة مش سيئة مش سيئة نايس نايس جود جوب جود جوب صح؟ اوكي اخوان هذا كان الفيديو لليوم تجارب هذا الفلتر القوي اعمل لايك لو عجبك الفيديو بس حاب احكي لكم انه باي 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 باي